كابتن اسامه الف مبروك، فوز مهم. طبعا فوز مهم جدا بعد الفوز الكبير على بيراميدز، لانه المكسب لما بيبقى حلو ويتابعه على طول مكسب بيدي ثقه للفريق وبتدي ثقه للمدير الفني وبتدي ثقه للجماهير، بيبقى في حاله حلوه يعني. فكان مهم قوي النهارده المكسب. الشوط الاولاني احنا يمكن قلنا كميه الجري كانت يمكن متساويه بين الفريقين، انبي جري كتير جدا وبرده النادي الاهلي جري كتير جدا، بس قلنا ان ما كانش فيه تركيز شويه، كان فيه رعونه او استعجال شوية. انك عايز تجيب اجوان بسرعه بالزبط. بسرعه يعني عشان تخلص الماتش بدري. لكن الشوط الثاني اختلف تماما، اختلف تماما كل الاحصائيات في صالح النادي الاهلي. يعني لما تيجي تتكلم على كميات الجري هتلاقي الاهلي متفوق جدا في كميات الجري في الشوط الثاني. ولما انت بتعمل كميات كبيره خلي بالك بتخلق مساحات وبتخلق فرص. فرقه انبي الشوط الثاني ما عرفتش تجاري النادي الاهلي حتى في كميات الجري. يعني هم عملوا مجهود كبير جدا الشوط الاولاني، اثر عليهم بالطبع طبعا، اثر معاهم. واضح ان النادي الاهلي واقف على رجله اكتر، فكميات الجري خلقت لك مساحات، خلقت لك فرص، خلقت لك حتى ثقه في الاستحواذ والتمرير. ابتدى يحصل خلل في فرقه امبي في الخط الامامي، ما كانوش بيوصلوا زي الشوط الاولاني في ال 18 بتاع النادي الاهلي. نص الملعب ابتدى يتفكك، حتى القلب بتاعهم اتفكك، والجنين اللي احنا جبناهم جايبينهم من العمق مظبوط، واكتر من كوره اتلعبت في العمق. في حصل لخبطه بين الثلاثي كالوشا وخالد رضا ومحمد حامد في كوره قفشه، تمريره في العمق حلوه جدا، قفشه بهدوء رقص وحطها. ثم كوره ديانج اختراق من العمق، يعني اتوسع له، يعني هو اخترق كويس وكمان هم ما قفلوش كويس. فالعمق اخترق عندهم كتير جدا، واكتر من كره بعد كده لحسين الشحات كان حطها فوق العارضه، فرص كتير اتخلقت. وعبد القادر فالنادي الاهلي تفوق في كميات الجري، تفوق في خلق الفرص، تفوق في الاستحواذ على الكوره، تفوق في الاهداف، جاب هدفين وضيع الروح والتصميم والتركيز والتصميم ان انت عايز تكسب الماتش مظبوط. حتى ادت فرصه للراجل مستر كولر انه يغير التغييرات. يعني في تغييرات مزبوط. عملها عشان يعدل حاجات بس لما مع الوقت كمان غير عشان يدي ثقه لبعض الناس ويحط يعني يدخلهم في الجو على الطريق مزبوط. زي ما عمل مع احمد نبيل كوكا وميسي، يمكن في اخر خمس ست دقائق سبع دقائق نزلوا مكان قفشه والسوليه، مش عشان قفشه والسوليه قدموا مباراه كبيره، مش عشان يغير من شكل الفرقه، هو عشان يدي يعني احساس المباريات لواحد زي كوكا واحد زي ميسي انه كان بعيد جدا عن دماغ او تفكير الراجل في الفتره اللي فاتت. لكن احنا قلنا ان كل لاعب موجود في القائمه في لحظة ممكن يبقى موجود داخل الفريق سواء احتياطي أو أساسي أو يبقى ليه دور مع الوقت، وإحنا شايفين الإصابات اللي بتحصل. فميسي ما كانش بيتحط حتى في قائمة البدلاء صحيح، مع ذلك نزلوه النهاردة في آخر 7-8 دقايق على أساس إنه يديله يعني يبتدي يدخله جوه فرقة النادي الأهلي. فأنا أقصد إن الشوط الثاني كل حاجة اتعملت في صالح النادي الأهلي صحيح، حتى للمدير الفني انه ارتاح في النتيجه وابتدى كمان يدخل عناصر عايز يديها ثقه زي احمد نبيل كوكا وميسي. فمبروك ونتمنى اللعيبه تستمر على كده يا رب. والشوط الثاني شوط جيد عكس الشوط الاولاني.